من لي بمن يسمعني. على فكرة دي آية، من لي بمن يسمعني. الآية دي في أيوب 31، قال من لي بمن يسمعني، هو ذا إمضائي ليجيبني القدير، ومن لي بشكوى كتبها خصمي. طبعا في أدب وشعر وكده، لكن هي أنا هركز على الجملة بتاعت مين يجيب لي حد يسمعني. خلي بالكم احنا في اصحاح كام هنا؟ 31. طب الحقيقة هو اتكلم كتير قوي، ده معناه انه ما لقاش شخص من اللي انتوا حكيتوا عنه. التلات اصدقاء اللي قعدوا معاه بعدهم قال يا مين يجيب لي حد يسمعني، يبقى ما كانوش بيسمعوا، او ما كانوش بيسمعوا صح، فما ريحوهوش. عشان كده في نص الاصحاحات قال معزون ايه؟ متعبون. ومرة تاني قال أطباء بطالون، يعني اتهمهم تهمتين، معزوم متعبون وأطباء بطالون. إذا في حاجة اسمها الاحتياج للكلام. أنت كإنسان عندك احتياج تتكلم. وعلى فكرة اللي بيكتم الكلام زيادة جواه بيمرض، بيعيا، بيعيا نفسيا وممكن يعيا جسديا. كتم الكلام بزيادة خطر. الفنتليشن او التنفيس او طلوع الكلام في مكان مناسب بطريقة مناسبة ده شيء صحي جدا. تصوروا المسيح له كل المجد من الناحية البشرية، مرة قال لتلاميذه ايه؟ اسهروا معايا الليلة دي لان نفسي حزينة جدا. سابوه ناموا، بس كأنه بيعبر بلساننا لما نكون تعبانين قوي انا محتاجك تسمعني. بس طبعا راح صلى لانه عارف انه البشر مش هيفلحوا قوي، والصلاة اهم كتير من الكلام مع انسان. بس ده ما بيلغيش ان الكلام مع انسان بالصفات اللي انتوا قلتوها نعمة. وانا قاصد بالموضوع ده تعرف تتكلم امتى ومع مين، وتبقى انت المستمع الجيد اللي تريح ناس كتير. لانك لو عرفت تعمل دي انت هتبقى خادم رائع وهتنقذ ناس كتيرة جدا، لمجرد انك بتسمع صح، ان الصفات اللي انتوا قلتوها دي تنطبق عليك. ودي مش مستحيل على فكرة، لان كلكم ناس مخلصين وعندكم خبرات كويسة. الاحتياج للكلام يبان في القصص. انا عايش مع الصيام الكبير فاحتملوا التكرار. الابن الضال وصل لمرحلة، طبعا اصحابه باعوه كالعادة بعد ما خلصوا فلوسه، فعايش في زريبة خنازير. اذا عنده احتياج فظيع انه يحكي، بس مفيش حد يحكي معه. تعبان نفسيا، متغاظ من روحه جدا، متغاظ من اللي حصل جدا، بس بيحكي مع نفسه. وتلاحظوا انه هو قاعد يحكي مع نفسه قبل ما يوصل لابوه. قال اقوم الان واذهب الى ابي واقول له، ده كل ده في دماغه لانه مش لاقي حد يوجهه. الابن الاكبر عنده أزمة انه ما بيتكلمش غير مع نفسه، فدماغه راحت في حتة غلط خالص. ابويا ظالمني، ابويا بيكرهني، اخويا جاي يسرق الفلوس تاني، انا حتى جدي ما ادهونيش. دماغه راحت في حتة غلط خالص لانه مش بيحكي. واضح انه لو كان بيحكي مع ابوه بشكل منتظم ما كانش وصل للفوران والغليان اللي شفناه. السامرية طبيعي مش عاوزة تتكلم، واضحة من الاجريشن اللي ابتدت بيه الكلام انها بتقفل. ليه؟ لانه مين هيفهمها؟ مين ممكن يعتبرها مظلومة مع الهيستوري ده؟ مين ممكن يحترمها؟ فهي من الاخر كده قالت لا لا ما احكيش. انما على فكرة يعني ما انزعجتش لما المسيح فتح الاسرار وقال لها كان لك 5 أزواج والذي معك ليس هو زوجك، ذلك قلت بالصدق. ما انزعجتش لأنها الأول مرة تلاقي حد يسمعها صح. المخلع هو نفسه قال للمسيح ليس لي إنسان، أنا ما فيش حد حاسس بيا ولا سمعني ولا شايفني أساس. يعني المسيح جاي بيقول له أتريد أن تبرأ؟ كانت المفروض الإجابة المباشرة طبعا، إنما ما قالش طبعا، قال حاجة تاني. قال له أنا ما فيش حد يسمعني. المولود أعمى مش قادر يحكي لأنه في اعتقادين عند اليهود، اللي تولد بعاهة
يا هو وحش يا أهله وحشين. طب يحكي مع مين؟ هو عاوز يقول يا جماعة أنا مش وحش ولا أهلي وحشين، أنا اتولدت كده، أنا ماليش ذنب. فأول ما سمع أن في شخص بيقول لا هذا أخطأ ولا أبواك، مشي ورا كلامه، قال له روح اغسل وشك في بركة سلوام، سمع كلامه، لأنه في واحد أهل للثقة هنا. زكا طبيعي ملوش حد يسمعه. ليه؟ لأنه الشخص اللي مشهور بالسرقة أو البخل أو الغنى الفاحش، لا طبعا دايرته ضيقة جدا، وأكيد اللي هيتعاملوا معاه دول ناس عاوزين فلوس منه، فالقصة ما حدش يسمع. إذا واضح أنه حتى في الموسم ده عندنا شخصيات عاوزة تحكي مش لاقي حد تحكي معاه. الاحتياج للكلام يا جماعة في رأيي، معلش أنا اخترت الموضوع ده لأني مقتنع أنه بيزيد جدا في الزمن ده. مين يقول لي أول سبب خلاني أفكر كده؟ ليه الاحتياج للكلام زاد قوي؟ عاوز كلمة واحدة تطلع صح. ميديا. شكرا. ما كل حاجة، سرعة الحياة والفلوس والضغط العصبي، بس أخطر حاجة الحاجات دي خلت فرصة الحكاوي الطبيعية الإنسانية نزلت 10%. فأصبح كل الناس تعبانة نفسيا، كل الناس مضغوطة، كل الناس مكتومة، كل الناس عاوزة تحكي بس مش لاقية لا وقت ولا شخص يسمع صح. فاحنا اصبحنا في مأساة التواصل الالكتروني اللي هو مفهوش انسانية حقيقية. خلي بالكم فيس تو فيس مهما كانت غير خالص مسج. مرة حد من ولادي علمني الدرس ده، قال لي يا ابونا احنا هنفضل على طول كده على الواتساب؟ هو انا هشوفك امتى واتكلم معاك وجها لوجه؟ فانا كلمة فوقتني، انا بستسهل ارد على رسالة برسالة، لكن الحقيقة ده مش كفاية في التواصل المسيحي. لا مش كفاية، لازم تبقى وجها لوجه في وقت، لازم يبقى في عينك في عينه، لازم تحس بيه، لازم يشوف وشك وانت بتقرأ الرسالة دي، ما يقدرش يعرفها من الواتساب. فطبعا هو ما خدش كفايته من الرد، لان الرد ده كلمات. كلكم عارفين ان في التواصل في حاجة اسمها تواصل غير لفظي، وساعات يبقى أهم من اللفظ. يعني دموع المسيح كانت أهم، أخطيت من الجملة اللي قالها، لأنه تفاعله مع مريم ومارسة مثلا ده خلاص أغلى من أي حاجة بالنسبة له. الطفل مش لاقي يحكي كفاية مع والديه في الزمن ده، لأن الأم بتجري تشتغل من بدري، والأب والأم بيتخانقوا كتير، والتلفزيون مفتوح على طول، والموبايل في إيديهم على طول. الطفل ساعات بيقول عاوز أقول خايف، بس خايف يقولها، لأنه هيقولوا له اسكت، هيقولوا له مش فاضيين. الشاب بيبقى عاوز يقول تعبان، بس متوقع أبوها يقول له ناقصك إيه؟ بلاش. أمه هتقول له ما انت اصلك ما بتذاكرش، اوكي. فبيفضل تعبان وكاتم التعب. الراجل والست اللي عايشين مع بعض ساعات بيبقوا ما عندهمش حتى تفريغ الكلام صح. بيبقى الراجل عاوز يشكي، لكن كل ما يحكي عن مشاكل الشغل مراته تقول له ما انا قلت لك، هي ما انا قلت لك دي تسد النفس الحقيقي، فيبقى بلاش يحكي. والست كمان تبقى عاوزة تحكي عن مشاكل العيال او اهلها او كده، فبدل ما يسمعها كويس على طول بيطلعها غلطانة، اتسدت نفسها، ولانها ست كويسة كتبت لا عاوزة تحكي مع اخت ولا جارة ولا ام ولا صديقة. خلاص هم قالوا لها جوزك تحكي مع جوزك، ما بينفعش، خلاص نفرقع وخلاص. فاهمين الفكرة؟ هو ده اللي بيحصل، خلي بالكم، في بيوت كتير قوي. الكبير في السن بقى، وده قصدته بالسؤال اللي فات، الاحتياج للكلام بيزيد عنده، لانه بيبقى انجز في حياته وكبر عياله، بس جواه قلق من نوع جديد. بيبقى حاسس انه رسالته ابتدت تخلص، يا جوز قرب يمشي، مش حاسس قوي بقيمة اللي بيعمله زي الاول. الناس اتفضت من عنده من حواليه شوية، ما بقاش هو الفوكس او of interest زي زمان، مش محتاجينه قوي زي الاول.
فبيبقى عاوز يقول حاجات كتير، بس ما مين من العيال هيقعد يسمع للكبير يشكي؟ ده هم بيقلبونا في دقيقة يعني على طول، يعني النظام بتقوله كلام مش أنسب حاجة. إذن كله محتاج، وكله محتاج يتسمع. خلي بالك أنا بركز دلوقتي على فكرة أنت من لي بمن يسمعني، دي شكوى أيوبية بس شكوى عالمية دلوقتي. من لي بمن يسمعني؟ فوجئت في كندا في أحد الولايات عاملين بروجرام مدفوع الأجر إنك تدفع فلوس لشخص ويديك تليفونه تحكي على التليفون وهيسمعك. يا نهار اسود، شفت وصلنا لإيه؟ يعني تدفع $100 عشان حد يرد عليك أنت مش عارف، يا جوز يسيب السماعة جنب الشاي ويقوم يتحرك يعني، احكي بدل فيها فلوس. وصلت لكده لأنه من كتر ما الناس عاوزة تحكي مش لاقي. خلي بالكوا كمان، زي ما في عيب في اللي بيسمع ساعات يبقى في عيب في اللي بيكلم. ساعات انت لما بتتكلم بتلخبط اللي قدامك او بتتعبه او بتخسره القعدة، فبيبقى هو مش قادر يسمعك لان طريقتك في الكلام كمان مش سهل. يعني المسيح لولا انه ربنا يسوع له المجد ما كانش استحمل واحدة زي سامرية بيتكلم معاها بأدب بترد بقلة أدب، يا ستي متشكري مش عاوزين. إنما ربنا يسوع عاوز النفس نفسها، فقعد إيه يسمع ويحايل. لكن في ساعات يبقى عيب في الإرسال نفسه، طريقتك وحش. أيوب على فكرة قال حكمة جميلة كمان، مش بس من لي بمن يسمعني، جه بعدها بقى بعشر إصحاحات قال أنا حقير بماذا أجاوبك. لما ربنا ابتدى سمعه قوي ربنا سابه يبرطم للآخر، وربنا عمل الدور المستمع الجيد. وبعدين ابتدى يكلمه بهدوء شديد فقال له مش عارف اقول لك ايه، معاك كل الحق في كل حاجة، انا هحط ايدي على بقي لاني انا لبخت، انا برطمت، مرة اتكلمت فلا اجيب. يعني ايه؟ انا مش هعرف اجاوبك على اسئلتك لاني انا ماليش حق في اللي قلته، ومرتين فلا أزيد، يعني أنا زودت في الكلام مش هزود عن كده. طبعا بالنسبة لأيوب أنا عاوز أرجعكم لأيوب لأن ده بيحصل بدرجات معانا كلنا. اتكلمت ضحكوا عليا. مرة شاب قال لي كده، قلت له أنت ليه بالذات لما بفتح مناقشة وأنا غاوي خلي كل الناس تتكلم، عمرك ما رفعت إيدك وأنا واثق في خبرتك وذكائك، لكن عمرك ما رفعت صبعك واحنا بنبقى 10 15، يعني مش بقول لك قدام 500 واحد يا جوز تخجل. في ناس خجوله بطبعها عندها اجابات قويه منكم بس ما بيرفعوش ايديهم، بس ما يكونوا شباب في بعض وعدد قليل يعني مش فيش احراج قوي. قال لي يا ابونا انا في يوم من الايام رفعت صبعي واتكلمت ضحكوا عليا، من ساعتها لما يعملوا ايه لا يمكن ارفع صبعي. يبقى واضح انه موقف واحد ممكن يقفل الواحد قفله سودة. ايوب حس بكده، قال انا اتكلمت ضحكوا علي، اتكلمت مسكوا علي الكلام. مره برضو ام بتقول لي، انا مره بحكي لبنتي بقول لها يا بنتي يعني ما معناه انا بقيت اتزنق في الفلوس وكده، ردت رد جرحني، خدت موقف اني لا يمكن هحكي لها لو بموت، لأنها مسكت عليا جملة. يعني بدل ما تحترم الموقف وتتعاطف صعب عليها نفسها كأم إن بنتها يعني مسكت عليها كلمة كده كانتش تقصد خالص يعني، ولا بتدور على فلوس. اتكلمت فزهقوا مني، دي قاسية برضو. لما تيجي تتكلم مرة، ودي بتحصل بين الأزواج والزوجات كتير، إن ساعات الزوجة تحكي فتلاقي جوزها شد الجرايد، فجأة بيرد على صاحبه، فتح بالريموت التلفزيون، طب والبني أدمية اللي بتحكي دي ما هو ده معناه ايه؟ اسكتي بقى اسكتي بقى، بيسد النفس طبعا، بيغيظ لانه خلاص انا كلامي مش مهم. فساعات تبقى تعبانة قوي وعندها كلام كتير بس مش خلاص بعد كام كبسة اللي من النوع دول مش قادرة تحكي تاني.
اتكلمت لقيت اللي قدامي بيبص لي بصت ايه تضيع الوقت ده، شكوى فارغة. على فكرة احنا بنحسها ساعات، يجي حد في المكتب، انا بتكلم بلسان كهنة عموما، فيجي في نص الحكاية يقول لي انا تهيألي كلامي فارغ مش كده يا ابونا؟ اقول له لا حبيبي مش فارغ، بس هو غالبا اتصدم قبل كده بحد بيسمعه ببصت كده، طب ضيع وقتي، طب بتقول كلام فارغ. مفيش حد عنده معاناة ينفع يتقال له معاناتك فارغة، طالما موجوع حتى لو السبب بالنسبة لي وهمي بالنسبة لك مهم، لازم تحترم. اتكلمت وقلت هحط ايدي على بقي، يعني خلاص حرمت اتكلم. بس خلي بالك اللي بياخد موقف ويقول حرمت اتكلم ده مش حل صح. فهمت انا عاوز اوصل لايه؟ يا جوز انتي اتكبستي كتير، بس خلي بالك الكتم ده وحش. يا جوز انت اتكبست من ناس كنت تحب تحكي معاهم، بس كونك تكتم مشاعرك بزيادة ده مش كويس، ده خطر، لانه على فكرة ده اللي بيعمل الافكار اللي ما بتسكتش، والمشاعر اللي ساعات يبقى فيها غل وحقد وإدانة، كل ده كان ممكن يطلع زي صفيحة الزبالة بتطلع برا البيت يعني، وكنت ممكن تعيش رايق عن كده. إذن الاستماع يا أحبائي حب، افتكروا القيمة دي، المعنى ده، حين تسمع أنت تعطي الآخر حب، أنت بتديله ودنك وقلبك ووقتك ودماغك. حاسبه، لأن في ناس بتدي الودن لكن ما تديش العقل، يعني يسرح منك، أو يدي الودن والعقل ما يديش الإيه؟ القلب، يعني ما فيش تفاعل، ما فيش إحساس، أو يدي الودن والقلب والعقل هي آخرك دقيقتين، دي طبعًا ما تبصليش، أنا عارف إني وحش، بحاول. الوقت، لا، هو الحقيقة الاستماع حب، والحب يمثل بالأربعة، إديني ودنك وقلبك وعقلك وقتك، ساعتها اتاكد انك بتحبني. بصوا ده كله ينطبق على حوار السامرية. المسيح طول في الحوار، الحوار مكتوب بالتفصيل في يوحنا 4 وبنقراه 3 مرات في الموسم ده، يعني في نص الصيام الحد الوسطاني والحد الثالث في الخمسين ويوم العنصارة، كأن الكنيسة غاوية الحكاية دي لأنها مليانة معاني جميلة جدا، ومن أجملها أن المسيح غرق السامرية حب حقيقي بالاستماع الجيد، ده القلب والعقل والودن والوقت. استمع شوية بقى نصايح أرجوكم أنتوا كخدام، وأنا طبعا محتاجها زيكم، ركزوا في الكام جملة دول. وانت بتسمع أرجوك ما تفكرش في كرامتك، دي بقى مأساة في الحياة الزوجية، ان الزوجة وهي بتشكي لجوزها، جوزها كل اللي بيفكر فيه يدافع عن نفسه، اوكي، بتطلع من القعدة متغاظة جدا. ليه؟ طلع نفسه براءه في الوقت اللي هي كانت عندها مشكلة تانية، عاوزة تقول له انا تعبانة، بس انا مش بقولك انت وحش، مش بقولك انت مقصر، مش بتهمك بأي تهمة، انت ليه بتدافع عن نفسك؟ انت ليه عاوز تثبت انك مستر بيرفكت؟ انت ليه قلبتها قضيتك مش قضيتي؟ دي قضيتي، انا تعبانة، خدني في حضنك وطبطب وقولي ما تخافيش لكن ما انا ايه اللي دخل انا في الموضوع دلوقتي؟ انت مش، انا مش جاي اشكيك لنفسك، ساعات طبعا بتبقى شكوى لنفسك بس ساعات بتبقى حاجة تاني. استمع واقبل التعبيرات بحرية الاخر. يعني ايه؟ في ناس يا جماعة وهي بتتكلم وهي بتحكي تعبيراتها ماشية مع شخصيتها، في واحد سوقي في كلامه، وهو بيحكي لك انت لازم يعني تفضل ترشم الصليب مثلا، تصلي في سرك، تمسك سبحة، تحط ايدك على المكتب، اي حاجة. ليه؟ لانه هو كل جملتين شتيمة بتاع، هو دي طريقته، مش هتفضل تهذب في ألفاظه في اللحظة دي. دي مثلا في خدمة المدمنين بقى والكلام ده، اللي يتعامل مع الفئات دي هما بحكم علاقاتهم مع أصدقاء السوء قاموس الكلام مختلف عننا خالص،
فاحيانا تبقى ايه بتسمع كلمات اكتبها وروح دور على معناها، لانه يعني اساسا في كلمات في اللغه بتاعتهم مختلفه. استمع واظهر التفاهم والتعاطف اللي هي القلب والعقل. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ انت لما بتحرك راسك يعني انا متابعك او فاهمك، عينيك بتقول انا حاسس بيك، وشك بيقول يعني يا غلبان. في نوع من التعاطف. الموضوع ما هواش سؤال صعب في الرياضة وهطلع لك الإجابة النموذجية، لا. النهاردة الحمد لله الأخ جوجل حط له أي مشكلة واكتب هيطلع لك إجابة نموذجية، بس ما حدش هيرتاح. حتى لو حطيت مشكلة زوجية، على فكرة في برامج كده دلوقتي تحط كل المشكلة بتفاصيلها هيطلع لك على طول في دقائق what to do. منها مثلا طلق مراتك على طول، ده غالبا اول حل. ما هو ده جوجل، ما انت ما روحتش لابونا يعني، فاول اجابه غالبا كده. انما الموضوع مش كده، الموضوع ببساطه الاحساس. استمع كويس عشان تتنقل لواقع الاخر. يعني ايه النقلة دي؟ مهمة جدا. خلي بالكوا المسيح لما راح للمخلع مريض بتحاسدة 38 سنة، هو الراجل شاف في عينين المسيح، انت حسيت يعني ايه 38 سنة انا رائد الرائدة دي، انا مرمي الرمية دي، انا ملياش حد؟ هو حس انه اختاره دونا عن مئات من المقاعدين او الموجوعين، لانه في احساس. اتنقل لعالمه، يعني حط نفسك في مطرحه. يا ده انت لو يوم مشلول ربنا يحمي الكل، ده يوم صعب جدا. ده لو يوم قضيته في السرير ما بتتحركش، ده يوم تقيل. طب بالك في ناس عايشة العيشة دي بالسنين. استمع بحب، والحب ده تاني بقول مش بيبان في جمل، ساعات يبان في عينيك، في وشك، في تركيزك. تنقل اللي قدامك. خلي بالك وهو بيحكي عمال يرتاح بدون اي تعليقات او اجابات. افتكروا المعنى ده، المستمع الجيد قادر ان يريح المتكلم 70% بدون ادنى كلمة، لو هو بيسمع صح، لو بيصلي، لو اب، يعني لو في امومة او ابوة او صداقة او حب او احترام، او حط ده كله مع بعض، تلاقي انك انت فعلا انقذت اللي قدامك. وعشان كده سوري، مع احترامنا للنفسانيين عموما، النفسانيين اللي بتقلب معاهم بيزنس مش هيعرفوا يلعبوا الدور ده. يعني في امريكا واستراليا وكده الوقت بالدولار، فاهمين الفكرة؟ المعنى ده لوحده يسد النفس. انتوا عارفين بيبقى فيه ستوب ووتش، فأول ما تبتدي تحكي وتستفيد تلاقيه رن، يعني وقتك خلص يا أستاذ، يا تدفع 200 دولار تاني يا تتفضل، باظت. فاهمين ازاي؟ إنسانيا ما تنفعش، فاهمين الفكرة؟ وإن كان الناس من كتر الذل بتدفع، لكن هي الحقيقة دي حاجة. المسيح بيعمل الكلام ده من غير فلوس، وعاوزنا نعمل كل ده من غير فلوس، لأن هو بيسمعنا طول الوقت. استمع لتتعلم، لأنه خلي بالكم المستمع الجيد مش بس بيريح اللي قصاده، هو بيزداد خبرات في الحياة وبيتقل جدا كإنسان. بيتقل يعني أقصد إنسانيته بتعلى، قلبه بيكبر، مخه بيكبر، لان مفيش الم تسمعه ما يضيفش عليك. وانتوا لما نزلتوا القرى والمناطق دي انتوا دماغكوا اختلفت، شفت عالم ما كنتش شايفه، ادركت هموم ما عدتش عليك. يبقى انت كمان مستفيد، ما تنساش، بس مفيش فلوس في الموضوع. استمع كمان لانه ممكن الناس تكون بتقول حكم وسط المها، من اصغر طفل لاكبر شخص. الجاهل اللي بيحكي ممكن يكون بيقول حكمة، فاستمع، لان ممكن ربنا يكون بيحكي لك، بيقول لك رسالة شخصية عن طريق شكوة شخص.
فتلاقي نفسك قاعد يا انا ازاي فاتت عليا دي، ده اللي انت بتحكيه موجود في حياتي، ده انت طلعت اشطر مني، ده انت اكتشفت ان في مشكلة انا ما اكتشفتهاش عندي. فانت كل ده ممكن يحصل لك وانت بتسمع استماع جيد. في موقف عكسي بقى، انا عاوز اتكلم بس مش بعرف اتكلم. في ناس كده، وفي الانجيل في كذا حادثة الاصم الاعقد، والاعقد برضو ملوش اسم عندنا، يعني ايه مش زكى، ما هوش له اسم حقيقي عشان يركب علينا كلنا، انك في لحظة ممكن تقول مش بعرف اتكلم، مش بعرف اعبر، بروح لأب اعترافي مش بعرف اعترف، ممكن اقعد مع كونسلر او حتى شخص كويس قوي مش عارف اقول ايه، مش بعرف اركب الجمل، مش بعرف ارتب الافكار، مش بعرف احكي. في ناس عندها المشكلة دي. برضو خلي بالكم، المستمع الجيد ما يقولكش رتب افكارك وتعالى لي، يقولك قول اللي ريحك، اللي يجي في بالك قوله، يحكي زي ما انت عاوز، ولو بكيت يسيبك تبكي، لان البكاء كلام. فاكرين الست اللي بكت على رجلين المسيح؟ ما قطعهاش، مع ان اللي هي بتعمله محرج، موقف محرج، بتبكي وبتبوس رجله وبعدين تطلع الطيب وتدلق الموقف، يعني خلى الناس تهمهم وهو سايب خالص، محترم خالص الموقف. هي مش عارفة تتكلم بس عمالة تدلق مشاعر ومتاعب. اوكي براحتك، كويس خالص، هي ارتاحت لما دلقت ده كله. ساعات الواحد يقول يعني اطلب الحب ولا اشكي نفسي ولا اشكي الناس ولا اشكي الظروف ولا اشكي ربنا؟ خلي بالكم، المستمع الجيد في الاخر يقدر يسوقك يقولك ايه، طب بص بقى احنا اشتكينا الناس كلها، ينفع ندور على شكوى نشكي نفسنا في الاعتراف بالذات؟ ساعات نقول للمعترف بص انا سبتك تشكي الدنيا، ينفع تشكي نفسك؟ زعلان من نفسك في ايه؟ ساعات السؤال ده يحدد الكلام، يساعده، فيقول ايوه انا هقول لك اهو، انا زعلان من نفسي بقى، ويبتدي يعترف صح. بس المقدمة ما كانتش اعتراف، كان متغاظ من الدنيا ومن العيسى ومن الهم ومن الغم، وبيحكي حاجات في الماضي وبيحكي في المستقبل، ماشي غصب عنه. ساعات يبقى لسان اللي قدامك بخاف من الكلام لاني مش بقول اللي انا عاوز اقوله. في ناس كتيرة من الخوف الداخلي لما تيجي تحكي ما تحكيش حقيقة المشكلة، او ما تحكيش حقيقة المعاناة، وعشان يوصلوا يدلقوا بالظبط اللي تعبهم ساعات ياخدوا سنين، بس يفضل يحكي. وساعات تبقى انت قاعد حاسس انه في حاجة غلط، ولا انت بتحكي ده هو اللي تعبك بجد؟ لانه بيطلع فعلا مش هو اللي تعبه. بخاف من الكلام لحسن ما يتفهمش زي ما انا قصدته، وده بيحصل ساعات. فالمستمع الجيد ما يستعجلش في فهم الاخر، لانه ممكن يبقى الانتربريتيشن يسموها، اللي هي ايه، تفسير او ترجمة او استيعاب اللي بيتقال، يكون اللي في دماغك مش هو اللي دخل دماغي. فساعات يبقى في اسئلة بسيطة، يعني اكتر حاجة مضايقاكي مامتك؟ تقول لا خالص انا بحبها جدا. طب نعيد من الاول، انا ما فهمتش، تعالي نقول ايه تاني المشكلة. فاهمين الفكرة؟ فساعات مجرد كده ايه، نوع من التلميح او سؤال بسيط عشان اتأكد او يتأكد اللي بيحكي ان اللي قصده هو اللي وصل بالظبط، لانه كتير قوي ما اللي بيتبعت بيوصل ربعه وبيوصل ساعات حاجة عكسه. كمان في ناس بتخاف قوي تتكلم لحسن تندم تتكلم، عشان كده يعني في ناس بتبالغ في شعار القديس أرسانيون، كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت فلم أندم قط. لا، أحيانا عن السكوت قد تندم، لأنه ممكن تجي لك لحظة ياريتني ما سكت، هي أكتر كتير ياريتني ما تكلمت، دي كلنا بنعمل. إنما ممكن تيجي لحظة تقول برضو ياريتني ما سكت، لأن سكوتي لخبطني،
سكوتي زود مشاكلي أو عطلني. لسان حال الابن الضال، لسان حال السامرية، لسان حال المخلع، لسان حال أغلب الناس دلوقتي، أنا عاوز بابا يسمع، بس بابا الصح، بابا البرفكت، يجوز مش بابا اللي أنا كان في حياتي، البرفكت فاذر اللي هو ربنا طبعا، أو اللي المفروض يقلده ربنا. كلنا وأنا معكم، أنا عاوز ماما الصح، لأن دي مش موجودة كتير، ماما الصح اللي تسمع صح، دي عملة نادرة على فكرة. كأنه بيقول أنا عاوز بابا وماما الصح اللي يسمعني من غير اعتراض، اللي يسمعني من غير ما يعدل على الجملة اللي بقولها، اللي يسمعني من غير ما يظهر أي نفور أو زهق، اللي يسمعني من غير ما يأيدني في الكلام، اللي يسمعني من غير ما يدي نصيحة جاهزة، اللي يسمعني من غير ما يرفض اللي حاصل، اللي يسمعني من غير ما يشك في كلامي، اللي يسمعني من غير ما يأول الكلام بالطريقة اللي على مزاجه. بس أنا نفسي ألاقي الشخص ده اللي يسمعني ويوصل له بالظبط اللي أنا عاوز أقوله. يا بخت اللي يعرف يلاقي حد كده. من لي بمن يسمعني. فهمتوا القصة قد إيه صعبة؟ بس أنا بطالبكم كخدام توصلوا لدي، توصلوا انك تبقى المسيح الطيب اللي بيسمع السامرية واللي بيسمع الابن الاكبر مع قلة ادبه بطولة بال، ومش بيعترض على اللي بيقوله ولا بيهزقه ولا بيحكمه، انما بهدوء شديد بيمتص غضبه وبيعدل في مساره. انا عاوز حد يسمع اللي جوايا مش اللي بقوله، دي اصعب ما في الموضوع بقى. دي بقى صرخة ناس كتير قوي عايشة في الدنيا، نفسي حد يسمع اللي جوه قلبي مش اللي أنا بقوله، اللي بقوله بيطلع غير اللي أنا عاوزه، حتى اللي بقوله ما بيطلعش كتعبير عن اللي أنا عاوزه. خلونا أحبائي نراجع. الاستماع حب، عاوزين ندور على الشخص اللي يسمعنا بدءا من ربنا وجاهز يسمع، بس للأسف كمبتدئين ما بنكتفيش بيه. على فكرة المتقدمين لا يشكون إلا لله. أنا فاكر لما ترسمت كاهن كبير قال لي حكمة بحاول أعيش بيها، قال لي ما تشكيش إلا للمذبح، ما تشكيش إلا للمذبح، وفعلا ما بتخيبش. لكن أحيانا ما بتبقاش سهلة على أي إنسان يحط كل شكواه قدام ربنا. احنا كبشر بنحتاج نشوف ونسمع ونرد على بعض ونلمس، اوكي مش غلط، بس بقى يا بختك لو لقيت حد شبه ربنا، لان هو ده المستمع الجيد، ويا بختك قوي لو بقيت انت شبه ربنا وبقيت المستمع الجيد. الدنيا النهاردة محتاجة جدا النوع ده لإلهنا كل مجد وكرامة.